45 من الموظفين يعتبرون أن الأمور المالية هي القضية الأكثر إرهاقاً في حياتهم بحسب إحصائية PwC. إليكم أبرز تطبيقات لتسهيل إدارة الميزانية. يونيد أبجد يستخدم خطة الميزانية الصفرية ويرسم النفقات بالتفصيل ويحدد فئات إنفاق مختلفة ويمولها آلياً مع كل راتب. تطبيق نيرد وولت مصنف من ضمن أفضل التطبيقات وأفضل الأشخاص الذين بدأوا في وضع ميزانية لأول مرة، وهو مجاني على عكس معظم التطبيقات، ويقوم بالمعاملات يعني والفواتير وتصنيف النفقات وكذا. هوني ديو تطبيق مختلف يربط بطاقات وحسابات الزوجين في مكان واحد ويسمح لهما بمتابعة بعضهما طبعا أو إنفاق كل منهما على أمل مساعدتهما على الإنفاق بمسؤولية. أنا أتمنى إنه ما يعني ما يستخدموا عن طريق الخطأ. طيب عندنا كمان تطبيق آخر هو موني مانجر، تطبيق يعالج البيانات التي تدخلها ويقسم إنفاقك الشهري طبعا والفئات التي تستهلك أموالا أكثر، ومن ميزانيته أن يوفر أيضا بعض المعاملات الخاصة بالدول العربية. أخيراً تطبيق المصاريف هو أحد أشهر التطبيقات العربية لإدارة الميزانية، ويضم أكثر من 50 قسماً للمعاملات سواء دخل أو ديون أو أقساط.